الناس قاعدة بتجهز نفسها عشان تحارب عشان أرضها تستردها تاني، ومش هتفضل طول اليوم تتمرن على السلاح. ابتدت فكرة سينما الخندق. كان وقتها طبعا الفضائيات والتلفزيونات مش زي دلوقتي، مش بالانتشار والنفاذ الى كل مكان زي دلوقتي، لا. الاداء طبعا اصحاب السينمات، كان السويس دي فيها 14 سينما، اصحاب السينمات زي بقيه الناس هاجوا هيفتح السينما لمين؟ وبعدين السينما يعني اضواء واحنا بنضلم بالليل، يعني اصوات واليهود على بعد 150 متر. طب العسكريين دول ما ليهم برضو يعني نصيب؟ هل هنقول لهم تعالوا سيبوا موقع بورتوفيق وسيبوا النقط الحصينه وسيبوا هنا وتعالوا اتفرجوا على السينما؟ نشأت فكره ان السينما تروح لهم بقى. فعملنا عرضنا الفكره على سعد وهبه، للامانه رحب بيها وقال ابعت لكم فيلم. ودي احنا كنا قرينا ان في فيتنام يعني اياميها كان في حرب في فيتنام ضد الاحتلال او العدو الامريكي هناك، كان صراع جامد جدا على اشده. فكان بيعملوا السينمات في الخنادق، الخنادق مش مجرد متر ومترين، لا ده في خنادق كانت 30 متر طولها وعرضها مثلا 10 متر. جبنا آلة العرض واتفقنا مع قصر الثقافة، احنا كشباب مش موظفين في القصر لكن هنروح معاهم للوحدات العسكرية في الخنادق نعرض الأفلام. طب نعرض أفلام ايه؟ سعد الدين وهبة جاب لنا افلام صيني وروسي، كانت ايه بتتكلم عن برضه الحرب والبندقيه 36. في افلام الروسي السينما كان مش متقدمين خالص، وكانت افلام تنيم يعني. فايه احنا عايزين افلام برضه، قلنا له احنا عايزين حاجه يعني المقاتل ده انسان بيحب عايز يتفرج على فاتن حمامه وعلى رشدي اباظه وعلى عبد الحليم حافظ. ففعلا الراجل تجاوب معانا، كنا فعلا بنجيب الافلام. كان العساكر للأمانة زي جمهور الترسو، عايزين فريد شوقي، كنا نجيب لهم شجيع السيما. يعني فريد شوقي طول عمره بيمثل البطل اللي ما بيتغلبش، اللي كان بيتغلب محمود المليجي، فكان يحبوا يقولوا لنا هاتوا لنا فريد شوقي. نجيب بقى الأفلام الفتوة ومش عارف وإيه. وكان العرض والله العظيم، أنا يعني الواحد دخل سينمات أرقى سينمات في مصر مثلا، المتعة في سينما الخندق وانت بتتفرجي افضل من وانت قاعدة في سينما مترو او في سينما رومي. يعني فعلا تحسي بالناس على طبيعتها. قعدنا 5 سنين كاملة في هذه التجربة، اللي ما فيش جندي الا ما عجبته هذه التجربة، وكانت بتسد فراغ نفسي عنده. انه يعني بنحسسه ان مصر اللي بيدافع عنها وممكن يموت عشانها في اي لحظة، مصر برضو مش ناسيها.